إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لا. وإذا نلت محبة الله ماذا فقدت؟ لم تفقد شيئاً. وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت؟ لم تجد شيئاً. إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن. أن يحبك الناس، أن يحبك من حولك. إذا أحبك الله منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود، والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بدخل غير محدود.